السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في رحلة لمكافحة عدو خفي يتربص بالجميع. العدو ده هو الأفكار السلبية. في الفيديو ده هنغوص في أعماق هذا العالم ونفهم ماهيته بالضبط، وإزاي بيأثر على حياتنا، وإيه هي الطرق الفعالة للتغلب عليه، وإزاي نستعيد السيطرة على تفكيرنا. بداية كده، ما هي الأفكار السلبية؟ الأفكار السلبية هي الأفكار غير الواقعية أو المبالغ فيها، واللي بتحسسك باليأس وبتمنع تقدمك وبتلقي بظلالها على سعادتك وراحتك. أمثلة على الأفكار السلبية: واحد يقول لنفسه مثلا أنا مش كويس بما يكفي. مثال تاني: كل شيء سيء سوف يحدث لي، مفيش حد بيهتم بي، الامتحان ده صعب جدا ومش هنجح فيه أبدا. دي كانت أمثلة عن التفكير السلبي، والسؤال هنا: لماذا نفكر سلبيا؟ فيها عوامل كتير بتساعد في نمط التفكير السلبي، أولها التجارب السابقة. فمثلا التجارب المؤلمة أو خبرات الفشل والإخفاقات السابقة بترسخ أفكارنا السلبية عن نفسنا وعن العالم حوالينا. أمثلة على كده مثلا: خسارة في تجارة، أو علاقة عاطفية فاشلة، أو رسوب في امتحان ما أثناء الدراسة. حاجة كمان: التربية. طريقة تربيتنا سواء كانت طريقة إيجابية أو طريقة سلبية بتأثر على نظرتنا لنفسنا وكمان للوسط المحيط بينا وطريقة تعاملنا مع الآخرين. كمان الضغوطات زي المسؤوليات المادية والواجبات الحياتية، كل دي حاجات بتخلينا ممكن نفكر أو نميل للتفكير السلبي. كمان نظرتنا السلبية للعالم. بعض الناس ممكن يشوف العالم مكان مظلم، قاتم، مليء بالمخاطر، مليان بالظلم وغياب العدالة. في الحالة دي هتتغير نظرته للعالم تماما، وهيتغير تفكيره طبعا، ويكون تفكير سلبي. ودلوقتي هنتكلم عن موضوع مهم، وهو ازاي بتأثر الأفكار السلبية على حياتنا. لازم نعرف ان الاعتقاد السلبي له تداعيات سلبية على حياتنا. فعلى سبيل المثال، أول حاجة الصحة النفسية. الأفكار السلبية بتؤدي للاكتئاب والقلق واضطرابات المزاج الأخرى، فهتلاقي الشخص ده دايماً متضايق، سرحان، متوتر، تركيزه قليل، وكمان عنده مشاكل في النوم ونواحي كتير من حياته. النقطة الفيصلية هنا تدمير الثقة بالنفس، وده هيقلل ثقتنا بقدراتنا، وهيقلل ثقتنا بإمكانياتنا الحقيقية، وبالتالي إنجازاتك هتكون أقل من إمكانياتك بكتير، وده هيأثر علينا في مختلف المجالات. نقطة تانية وهي العلاقات. الأفكار السلبية لازم هتأثر على علاقتنا بالآخرين، وبالتالي هتحصل مشاكل وتوترات كتير في حياتنا. طبعا ارتباط الصحة النفسية بالصحة الجسدية شيء أساسي، وبالتالي المشاكل والتوترات النفسية هتأثر على صحتنا الجسدية، وده بيزود احتمالية الإصابة بالأمراض الجسدية المختلفة. دلوقتي نيجي لأهم نقطة في الفيديو، وهي إزاي نتغلب على الأفكار السلبية بطرق سهلة وبسيطة وعملية. أول حاجة التعرف على الأفكار السلبية وتحديدها. عشان تواجه شيء لازم تتعرف عليه الأول. انتبه دايما للأفكار اللي بتدعوك لليأس والإحباط. تاني حاجة تحدي الأفكار السلبية اللي حددناها وتعرفنا عليها. لا تصدق كل ما تفكر فيه، 99% من الظنون السيئة لا تحدث أبدا. قيم كل أفكارك ولا تستسلم للسلبي منها بسهولة. بعد كده إعادة صياغة الأفكار، لأن العقل الباطن بيصدق كل أفكارك وبينفذها زي ما هي. فمثلا بدل ما نقول أنا مش هنجح أبدا، هتعيد الصياغة: أنا هبذل كل جهدي وهنجح إن شاء الله. قد يبدو شيء بسيط جدا، لكن له مفعول السحر. التركيز على الإيجابيات، ده هيزود النعم عندك. يعني بدل ما تركز على السلبيات، ركز على الإيجابيات، ولابد هتلاقي منها كتير في حياتك. فكل إنسان عنده إيجابيات ونعم لا تعد ولا تحصى. ممارسة تمرين اليقظة الذهنية، ودي تمارين تأمل بتركز فيها على الحاضر. بناخد من الماضي خبراته، وأفضل استعداد للمستقبل هو صناعته بالتركيز على الحاضر والتحكم في أفكارنا ووقتنا ومواردنا. طبعا المساعدة لو الموضوع مزعج أكتر من اللازم ومش قادر تتخلص منه لوحدك. مع الممارسة والمثابرة هتتمكن من السيطرة على تفكيرك،
واستعادة السعادة والتحكم بحياتك. لا تنسى عدد ساعات النوم الكافي وتناول الطعام الصحي. كمان لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء. إلى أن نلتقي على خير، مع السلامة.